السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر جديد، فيديو جديد اليوم عن نقابة المعلمين بسبب ارتفاع الأسعار، قرار جديد لنقابة المعلمين بشأن الأعضاء. تفاصيل الخبر إلى حضراتكم. أصدرت نقابة المهن التعليمية منشورا يتضمن توجيها لرؤساء النقابات الفرعية على مستوى محافظات الجمهورية بزيادة رسم استخراج أدوية النقابة. وجاء في نص المنشور الذي حمل توقيع خلف الزناتي نكيب المعلمين أنه في إطار التعاون المسؤول بين النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، ونظر لارتفاع أسعار كافة مستلزمات التشغيل الخاصة ببطاقات العدوية وحرص على مصلحة النقابة والصالح العام، فقد قررت هيئة مكتب مجلس النقابة العامة بجلستها المعقدة بتاريخ 23/6/2022 واحد زيادة رسم استخراج عدوية النقابة 50 جنيه للعادي دون طابع نقابة، ومبلغ 100 جنيه للفوري دون طابع نقابة، وذلك اعتبارا من 1/8/2022. يعني هتبدأ زيادة الرسوم من 1/8 2 تحصيل مبلغ 50 جنيه من العدو عن كل استمارة صرف مستحقات صندوق الزمالة ومصاريف إدارية على يتم التوريد بالأعداد المسلمة بإصال من النقابة العامة اعتبارا من أول أغسطس. أيضا تأخير معاشات يوليو، صعدت تصريحات نقيب المعلمين خلف الذاتي حول موعد صرف معاشات دفعة يوليو والتي كان مقرر صرفها أول الشهر الجاري، حالة الغضب الشديد من قبل معلمي المعاشات والورثة. وأصار إعلان النقيب مؤخرا عن أن معاشات يوليو سيتأخر صرفها لبعد يوم 20 يوليو الجاري حتى يتم تدبير المبلغ المطلوب لصرف المعاشات، وصدمة كبيرة من قبل معلمي المعاشات والمستحقين، خاصة انهم كانوا ينتظرون صرفها طبعا قبل عيد الاضحى المبارك. وطلب اصحاب المعاشات بصرف دفعة يوليو قبل عيد الاضحى طبعا، خاصة في ظل الظروف الصعبة المادية الحالية وما تتطلبه هذه المناسبة من نفقات، وكمان بيطلبوا او داعين بسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي. على الجانب الاخر يرى خلف الزناتي نقيب المعلمين ان هذه الازمة سببها عدم تعديل قانون المعلمين، وقال ان اقرار تعديلات قانون النقابة هيساهم في حل ازمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة. ولفت الى ان كل عام بيحل المعاش اكتر من 40,000 معلم، وبالتالي بيزيد قيمة دفعة المعاشات. لفتا الى ان قيمة اخر دفعة المعاشات وصلت ل 135 مليون بعد ان كانت 86 مليون جنيه في عام 2014، اي ما يقارب من الضعف. طبعا ده كان خبر عن نقابة المعلمين اللي طبعا بتكلم زي ما قلنا خلال الخبر عن زيادة طبعا المصاريف الخاصة بالنقابة، وكمان الخبر عن موعد صرف المعاشات اللي هو طبعا زي ما قال نقيب المعلمين هيكون بعد يوم 20 يوليو الجاري. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.